تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. السند، نقرأ السند. ما أجمل عيد الفطر، وما أطيب الناس في هذا اليوم السعيد، فالأطفال فرحون بالملابس الجديدة وبأكل الحلوى. نعيد قراءة السند. ما أجمل عيد الفطر، وما أطيب الناس في هذا اليوم السعيد، فالأطفال فرحون بالملابس الجديدة وبأكل الحلوى. أولا، ألون الجواب الصحيح. يتكلم النص عن عيد الأضحى، عيد الاستقلال، أو عيد الفطر. عيد الأضحى، عيد الاستقلال، عيد الفطر. السند يتحدث عن ماذا؟ هل يتحدث عن عيد الأضحى أم عيد الفطر أم عيد الاستقلال أم عيد الفطر؟ نبحث في السند. ما أجمل عيد الفطر. أحسنتم. النص يتكلم عن، أو السند يتكلم عن، عيد الفطر. نلون عيد الفطر. الإجابة الصحيحة هي عيد الفطر. نقوم بتلوينها. ثانيا، استخرج من السند كلمات فيها، كلمات فيها الشمسية، القمرية، حرف الطاء وحرف الفاء. من، دائما من السند. الشمسية، نبحث عن الشمسية. نقرأ السند. ما أجمل عيد الفطر، هذه ليست شمسية. وما أطيب الناس، جيد، هذه شمسية. شمسية دائما توجد فيها الشدة، وحرف اللاء لا يقرأ. ما أطيب الناس، نبحث عن كلمة أخرى، في هذا اليوم السعيد. إذن وجدنا كلمتان فيهم الشمسية. ناس السعيد، الناس السعيد. نكتب الشمسية الناس، دائما هنا الشدة. ثانيا، القمرية، نبحث عن القمرية. ما أجمل عيد الفطر، يوجد تقرأ اللام، عيد الفطر. إذن القمرية، نبحث عن كلمة أخرى. ما وما أطيب الناس في هذا اليوم، سكون كذلك لام قمرية. لدينا عيد الفطر، اليوم، نكتب الفطر، دائما قمرية فيها سكون، الفطر. مطلوب كلمة فيها حرف الطاء، نبحث في السند دائما. ما أجمل عيد الفطر، ها هو حرف الطاء، نبحث عن كلمة أخرى. وما أطيب، هي كلمة فيها طاء، كلمة فيها حرف الطاء، نكتب أطيب. كذلك المطلوب حرف فاء، نبحث عن كلمة فيها حرف الفاء. ما أجمل عيد الفطر، ها هي حرف الفاء، نبحث عن كلمة أخرى. وما أطيب الناس، لا يوجد فاء، في، حرف الفاء، هذا اليوم السعيد، فالأطفال، كذلك يوجد حرف الفاء، كلها حرف الفاء، ها هي الفاء، نكتب الأطفال أو فالأطفال، فالأطفال. إذن وجدنا من السند الشمسية الناس، القمرية الفطري، دائما قمرية السكون، والشمسية فيها الشدة. كلمة فيها الطاء أطيب، وكلمة فيها الفاء فالأطفال. نواصل الاختبار. أضع الذي أيتها لا في المكان المناسب. لدينا ثلاث كلمات، الذي، أيتها، لا. نضع في الفراغ كلمة مناسبة. نقرأ مرحبا بك، مرحبا بك الصديقة. بدنا نكتب مرحبا بك. أحسنتم. أيتها الصديقة. مرحبا بك أيتها الصديقة. ثانيا،
التلميذ المجتهد هو ينال الجائزة. التلميذ المجتهد هو، أحسنتم، هو الذي، هو الذي ينال الجائزة. واصل. تكثر من تناول الحلوى، أحسنتم، لا تكثر من تناول الحلوى. قراءة الجمل. مرحبا بك أيتها الصديقة. التلميذ المجتهد هو الذي ينال الجائزة. ثالثا، لا تكثر من تناول الحلوى. نواصل الاختبار مع التمرين الرابع. أكمل بالكلمة المناسبة. لدينا الاستقلال جده المجاهد. الاستقلال جده المجاهد. ذهب أحمد رفقة، من ذهب أحمد مع، أحسنتم، مع جده. ذهب أحمد رفقة جده إلى متحف فوجد فيه صورا. اسم المتحف، جيد، متحف المجاهد. فوجد فيه صورا تعبر عن عيد، جيد، عيد، عيد الاستقلال. نريد قراءة الفقرة. ذهب أحمد رفقة جده إلى متحف المجاهد فوجد فيه صورا تعبر عن عيد الاستقلال. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.